السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الكيك بالنكهة ديال الكراميل، كيجي زوين بزاف. غادي نديرهم فرديين، يمكن لكم ديروهم يعني في مول واحد اللي بغيتو. هنا في المكونات عندي جوج ديال البيضات، نص كاس لارب ديال السكر سنيدة، غادي نضيف نص كاس العنبه ديال الزيت، وغادي نضيف كاس لارب ديال الحليب، وعلبه ديال هاد الدسر هذا ديال الكراميل. صافي غادي نخلط هاد العناصر، ما كيبقى لي غير الدقيق والخميره ديال الحلويات. بالنسبه للبنسي بغيتو ديروا شي فالي ديرو، بحال الكراميل كيجي طاغي في هاد الكيك هذا، ما كاينلاش. صافي دابا كما شفتو غادي نوضع جوج ديال الاكياس ديال خميره الحلويات، يعني 16 غرام، وجوج كؤوس ديال الدقيق. هذا الكأس الاول ديال الدقيق، كتجي واحد الكيكه زوينه ورطبه مزيان. نضيف الكأس الثاني، وكإضافة ضفت معلقة صغيرة ديال الخل باش كيجي واحد الكيك اللي كيجي هشيش من الداخل ديالو، إضافية إلا بغيتو، مبغيتوش بلاش. البنات أنا غنستعمل هاد ليمون، نتوما ديرو تقدرو ديرو هكا يعني بفمول واحد. هنا دهنتهم بالزبدة ورشيتهم بالدقيق، وغادي نفرق واحد الكمية فيهم. صافي البنات دابا غندخلهم يطيبوا على 180 درجه ونرجع معكم ان شاء الله باش نزينو. بالنسبه للزين غادي نحتاج واحد 100 غرام ديال الشوكولاته السوداء، وواحد هاد الكريم ديال الشوكولا غادي نذوب الشكلاط هو الاول، وكنضيف له دانيس. صافي البنات من بعد ما كيطيبوا كما شفتوا ضروري ما تعمرهمش بزاف حيت شي وحدين فاضولي، فالافضل ديرهم غير في النص باش يلاه كيبقاو فيه تنفخوا في عندك المعلقه اللي كنديروا ديال الخل. دابا هنا غادي نزولهم المول وكنوجد الكرناش ديالي. مشوم بعد ما ذوبت الشوكولا غادي نضيف له دغيا داك العلبه ديال دانيت، وتحركوه بسرعه باش ما يمشيش يكلل لكم داك الشوكولا ولا يمشي يعني يجمد معاكم. كنوضع واحد الكميه واخا تهبط من الجناب، حنا درنا الشوكولا باش كيتواتى مع الكراميل اللي كيكون في الكيك، كيجي واحد المذاق لي زوين.
فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. زينته بواحد شويه ديال الشوكولا من الفوق، حكيته، ودوك لي طرونش اللي كتشوفوا هذاك غير واحد البيسكوي فيه الكراميل، قطعته طرونشات ودرتو فوق منه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه وتعجبكم، غنقسم لكم تشوفوا يعني القوام ديالها. هذا الشكل ديالها من الداخل كما شفتوا، كتجي مهويه بزاف ولذيذه بداك الياغورت اللي درنا ديال الكراميل. جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم.